السلام لاباس عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ولقيكم هذا الفيديو 5 كما العاده. اليوم فيديو جديد غادي نديكم لاكبر مسبح في افريقيا، والمسبح الكبير بالرباط اللي ديجا زعما تحل، دونك اللي متواجد بمقاطعه يعقوب المنصور على الساحل الاطلسي. والمساحه ديالو راه كتراوح 17000 متر مربع، وفيه اربعه مسابح يعني مختلفه الاحجام على حسب يعني كاين الغارق، كاين اللي شويه، كاين اللي متوسط، يعني اي واحد يقدر يعوم. وفيه طبعا لي فيستيا عرفتي نقيين وغزالين، يعني فين تمشي تبدلي حويجاتك وفين تدوشي من مورا ما تكوني يعني عمتي، وهذا نقي نقي زوين رائع جدا صراحه، عجبني بزاف. والثمن ديالو راه غير 10 دراهم كتدخلي ليه، صراحه الثمن جد جد مناسب. والماء زعما فين كتعومي يعني لا بيسين هو الماء المالح، يعني الماء ديال البحر ماشي الماء الاخر، وهذه هي اللي واعره كاع فيه لحقاش. الماء ديال البحر الصراحه غزال، بعدا ماشي ما كيصمركش، يعني كتعومي مزيان وكتمشي تبدلي حويجاتك في الفيستير كما قلت لكم. وكاينين هنايا قهاوي، اي حاجه بغيتي تشريها راه اولا تجيبي معك الماكله ماشي مشكل. والوقت ديالو التوقيت ديالو كيتحل مع 10 الصباح جو بونس حتى 8 الليل. وهنايا جينا صراحه في الصباح بكري، وهكا مع هاد الصيف هاد العام هذا عامره الدنيا. المهم خدينا الصف، درنا واحد الصف في داك الصباح بكري، كلشي جا كلشي جا في داك الصباح بكري. دونك كتبقى تدخلوا بمجموعات، مي ملي كتفوت ديك 11 12 صافي يقدر اي واحد يجي ويدخل نيشان. طبعا حنايا جينا صباح بكري باش كنبروفيتيو في الماء، ما حداش كيكون قيقي وهذا. وهانتوما نخليكم مع الفيديو. Don't need to fall to the call, 'cause they said so. صافي
صافي وهنايا صافي بمشينا بدلنا حوايجنا. الصراحه هاد لابيسين واعر ما عمري جيت ليه، يعني قلت اليوم غادي نجي نصور لكم بعض اللقطات منه. الصراحه جينا صباح بكري وكان الزحام، المهم كيبقاو يدخلوك بالجروبات. صراحه الواحد هكا يجي في هاد الوقيته نيت. المهم حنا جينا بكري باش هكا نعومو وصافي، ودابا غادي نمشيو. صراحه كنت باغا مازال نجلس مع اختي، مع من جيت قالت لك لا والو يلا نمشيو. انا كنت باغا مازال نجلس، والاجواء كما شفتوا زويونين وهذا. صح صافي طلعنا، دونك هانتوما كتشوفوا الناس يلاه تيدخلوا. المهم كل واحد يعني كيبقى لابس المحلول جو بونس من 10 الصباح حتى ل 8 الليل، يعني فوق ما بغيتي تمشي ليه تمشي ليه. اللهم غير في الصباح كيكون زوين باش كتبروفيتي في الماء مازال نقي وهذا. ايوا هادشي اللي كاين. المهم هادو هما الاجواء ديال لابيسين، صراحه زوين وغزال. غير كما قلت لكم كل واحد صاحب كريتو كل شويه الزحام ملح. ايوا صافي حنايا دابا راجعين وان شاء الله في العشيه غادي نمشيو لواحد الامسيه غنائيه كاينه في مهرجان افريقيا، كاين في ابي القراق اللي ان شاء الله غادي نمشيو وغادي نديكم معايا ضروري تشوفوا هكا الاجواء ديال الليل في مدينه الرباط هكا في الصيف. صراحه الاجواء كتكون غزاله يلاه مع الفيديو. Oh,
كي جات الخريجه يلا نخليكم باي باي. السلام عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله.